السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد معانا اليوم على برنامج أراد تي في، اللي هو هذا البرنامج. مسبقا بدأت الشرح، شرحت لكم إياه وعطيتكم كود تفعيل، لكن موقع البرنامج، موقع المطور البرنامج طول البرنامج وحدثه وظبطه نسخة. لكل كود له نسخة خاصة له، يعني كل كود إذا بتعطيكم كود راح يشتغل بس على البرنامج اللي عندي، وقت بتغير الكود راح يتغير النسخة هي كلياتها، نفس النسخة نفس البرنامج ونفس كل شيء، لكن النسخة إلى خادم خاص، كل نسخة إلى خادم خاص، هاي نسخة خادمة خاص، هاي نسخة خادمة خاص، يعني ما بحسن أحط الكود تبع هاي النسخة لهون، ولا بحسن بحط نسخة الكود أحطه هون، يعني كل نسخة إلى كود خاص فيها. طلقاً نزلت الشرح كما تشاهدون، نزلت الشرح خطأ القط شوي عشان ما نطول عليكم. هذا هو الشرح، كما تشاهدون هذا هو الكود للنسخة، وهذا التاريخ 17/12، وهذا الإصدار. لذلك قررت أشرح لكم فيديو وأشرح لكم عن هذا الفيديو اللي نشرته قبل، عشان ما تقولوا والله هذا نزل فيديو ضحك علينا غشنا عطانا كود ما شغال. لا، انا اعطيكم اياه شغال، لكن المطور تبع البرنامج عدل وطور البرنامج وحدثه كما تشاهدون هون. هاد نسخة وهاد نسخة، نفس الحجم نفس كل شيء، لكن هذا نسخة لهذا الكود وهذا نسخة لهذا الكود. نرجع لهون، راح انقل على الجهاز الثاني وافرجيكم النسخة اللي تفعلت على هذا الكود. وينو هاد؟ راح انقل على الجهاز الثاني. ندعونا على الجهاز الثاني، ندخل على البرنامج ننتظر قليلا يسجل دخول. لا تاخذونا تأخرنا عليكم، طولنا عليكم بالفيديو، لكن مضطر اشرح عشان ما حدا يقول لي نزلت فيديو سابق وكان فيديو كان الكود مو شغال والبرنامج مو شغال، عشان ما تقولوا لي هيك. حبيت اشرح لكم فيديو واشرح لكم برنامج كما تشاهدون. هذا 12/500/23/5/7/7/0/8، وهذا التاريخ اليوم. هاي القنوات، شاهدون قناة عمل. ننتقل على الجهاز الأول عشان أفرجيكم
هذا الكود. عدنا على الجهاز الأول كما تشاهدون 12 55 23 75 08 اللي هو منزل الجهاز الثاني. نرجع ننتقل على الجهاز الثاني هاي انتقلنا على الجهاز الثاني هاي قامت القنوات. نرجع على الجهاز الأول اللي بده يستعمل النسخة هاي وبده كود خاص له راح أحط رابط صفحتي على الفيسبوك يتواصل معي على الماسنجر يتواصل معي على الماسنجر راح أبعت له كود خاص له نسخة خاصة له. هاي شغلة. الشغلة التانية الزل تي في. الزل تي في صار عليه ضغط الخادم اللي بفعله على برنامج زل تي في بصير عليه ضغط كتير. الضغط هاد ما عم نحسن نحله لاني الشركة توقف النية فانا عم بحاول اصلح الخادم واحكي مع الشركة اتواصل معها لكن عم تقلي في ضغط. نؤسف حاليا في فترة قصيرة لكن سيتم اصلاح جميع المشاكل سيعمل بالشكل بدون تقطع ومستمر. وهذا اليوم شرحنا. لا تنسونا الدعم والاشتراك واللايك في القناة. لا تواخذونا طولنا عليكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.